فيديو جديد الاخوان غادي يعجبكم كالعاده، لان غادي نشارك معكم شي برومبت اللي غادي يساعدوك في الديزاين. وصراحه شفت بعض الديزاينات اللي واعرين وقررت انني غادي نشارك معكم طريقه واستراتيجيه ديال العمل باش تحقق المبيعات ديالك. ايوا خليو معكم واحد لايك وشي كومونت خفيف ظريف. كما كتلاحظ هذا واحد تايجر فريمون ديزاين ناضي. اذا انت مبتدئ صعيب باش تقدر ديزايني شي حاجه بحال هكذا، ولهذا غادي نلتجئوا للاي اي اللي غادي يساعدنا. لاحظوا معايا الاخوان ان البيسارد هاد التيشيرت ديزاين 192317 كيحقق الاستيماسيون ديال 16110 اوكي في الشهر ديالو، وكيبيع ب 23.98 فريمون مبلغ كبير كيحقق من هاد التيشيرت ديزاين اوكي. ولهذا خصنا نتانسبيراو ونخدمو شي حاجه اللي ناضيه. وطبعا نتوما غادي تخدمو بطرق ديال الكراسنيش، لا داعي انني نبقى نعاود نفس الهضره، كلشي عندي مشروح في القناه ستيب باي ستيب. غادي نمشيو للديزاين الثاني، وكذلك غادي نشارك معكم برومبت ديالو اللي هو البيك فوت كيلعب الميوزيك ديال الجيتار فريمون ناضي. ما غاديش نخرج شي حاجه بحال هيدا، غادي نشوفوا شي حاجه اللي تكون احسن واحسن، طريقه جديده باش ندخلوا في المنافسه. ما غاديش نلعبوا بحال هاد الفانتيج هيدا، غادي نغيروا طبيعه الحال. حتى هو البيسار ناقص بزاف، الاستيماسيون ديال 16.71 مبيعه وكيحقق المبيعات وب 19.99. لاحظ معايا البيسار مره طالع مره هابط، يعني هاد التيشيرت ديزاين كيخدم على مولاه فريمون، كيخدم عليه وكيحقق له المبيعات. ودابا غادي نشوفوا ثالث ديزاين اللي غادي نشارك معكم الطريقه ديال العمل ديالو في ادوبي الستراتور، سهله جدا بدون الاي اي. كيفاش نخدموا هذا الديزاين بحال هذا؟ اللي ما باغيش مثلا يستعمل الاي اي يتعلم شي مسائل في ادوبي الستراتور، يعني فيديو ناضي ناضي بزاف. كذلك هذا الديزاين كيحقق المبيعات، البيسار ناقص وماشي بزاف باش تحط، لاحظ معايا ماشي قديم، وكيبيع ب 13.38 على ما اظن انه باغي يحقق السانس باش يخرج من التير. المهم حنا غادي نشوفوا هادشي هذا كامل مع بعضنا. فاول حاجه غادي نبداو بهاد ديزاين تيشيرت. لاحظوا معايا الجماليه ديال هاد ديزاين، ناضي بزاف، طريقه واعره. غادي نمشيو نلتجئوا للكوبايلوت، وهنا عطاني نتائج واعره. غادي نعطيكم برومبت اخوتي اللي هو هذا، اجيو نشوفوها مع بعض. ها هو البرومبت هاد ديزاين، غادي تاخدو وخدم مع راسك. ها انت كاين بزاف ديجا عطيتو، يعطينا شي حاجة أخرى، فأنا غادي نختار شي حاجة غير باش نوريكم والسلام. واللي كيبقى عليكم نتوما يعني فغيمون مشيو طبقوا هادشي هذا، شوفوا واش غادي يصدق معاكم شي تيشيرت ديزاين ولا لا. ودائما كما اتفقنا الاستمرارية، هاد المجال كيتطلب منك الاستمرارية، إذا ما استمريتيش غير تهلا وسير بحالك بلا ما تزيد تكمل اوكي. فدابا غادي نتيليشارجي واحد ديزاين اللي هو هذا، موراها غادي نستعملوا الموقع ديال كليب دروب باش نقوموا بالازاله الخلفيه. كما كتلاحظ كانت بلاك، موراها قمنا بالازاله الخلفيه والتجأنا لهذا الموقع ديال دي جي بي بور لول وتيليشارجينا هنايا. موراها كان ابلوديو الديزاين ديالنا معلي من الكواليتي، وموراها غادي نمشي اس في جي كونفرتر باش نرجعوا ديك الديزاين اس في جي بطريقه احترافيه. هذا الموقع كيساعدنا ودائما كنعاودوا وكنكرر، كاين موقع ديال الفلوس اللي هو فيكتورايزر اي اي، كتخلص على ما اظن شي 9 دولار ولا 10 دولار بحال هكذا في الشهر، عندك الحق في 50 ديزاين شهر كامل. يعني كاين اللي غادي تجاه رخيصه، كاين اللي عاد على حسب اوكي. فكنستعمل معكم هاد المواقع وانتم شوفوا اللي غادي ترتاحوا فيه. فهنايا غادي نابلوديو ديك الديزاين اللي علينا من الكواليتي ديالو، غادي نشوفوا فين هو اللي هو هذا، ماشي هذا، هذا ما عليناش الكواليتي ديالو، هذا غادي نابلوديوه هنايا بسهوله جدا. لاحظ معايا فريمون نشوفنا تانسبيرينا من هاد ديزاين وقدرنا اننا نحضروا شي حاجه اللي ناضيه. هاد الكولور وهادشي هذا جا متناسق مع بعضه اوكي. ولهذا هاد الطريقه اللي كنشارك معكم ما يمكنش انك ما تحققش المبيعات، لان هاد ديزاين هذا كيحقق مبيعات كبيره بزاف وخدام على مول هاد ديزاين. حتى حنا غادي نخدموا شي حاجه اللي بحال هيدا ويبدا يخدم عليك على طول العام اوكي. وتقدر انت تخدم طرق ديال الكراسنيش مع شي ايفنت، وهناك تقدر انك تزيد تجيب المبيعات في ديك الايفنت معين، وموراها كيبقى يتبع لك على طول العام. وهادو هما الطرق اللي كنخدم بهم، لان بعض النيتشات اللي هما ديال سينكو دي مايو باقي من حد الان كيجيبوا المبيعات، لانني خدمت بطرق ديال الكراسنيش اوكي. ف
كيتباعوا كيتباعوا كيبقاو يتباعوا. المهم نرجعوا للموضوع ديالنا، كنشوفوا هاد اس في جي كان ابلوديو المسائل ديالنا، موراه هنايا اس في جي فيكتورايزر، وغادي ننتظروا وموراها نكمل معكم الخطوات، وغادي نمشيو نشوفوا كذلك البرومبت هاد ديزاين، شي حاجه اللي رائعه جدا. واخر حاجه اللي غادي يكون في الفيديو اللي هو كيفاش نخدموا هاد الفانتاج، ما ينقدروا ناخذوا هاد اللعيبات اللي هنا، كيفاش نغيروا هاد الكولور ايتاب باغ ايتاب، يعني ما كاينش شي حاجه اللي غادي نزرب فيها ولا هادي. اوكي يقدر يكون فيديو طويل، انا غادي نوريكم كلشي ستيب باي ستيب وما يكون غير خير. اجي نشوف واش انتهى ولا لا، باقي غادي ننتظروا حتى يكمل، باقي له 50% ونكمل معكم. كما كتلاحظوا كالعاده داونلود باش نتيليشارجيو الديزاين ديالنا على شكل اس في جي، موراها كنفتحوا ان ادوبي الستراتور اللي عندكم في البيسي ديالكم وغادي نكملوا الخطوات كامله. هادشي هذا ايزي 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 بزاف، خصوصا الاي اي راه كيساعدنا، راه ما عندكمش العذر نهائيا، كيبقى عليك غير تشوف شي ديزاين عفوا شي نيتش اللي يكون واعر وموراها ما يكون غير الخير، كد ابلودي كد انك كتبقى تفنن في التايتل ديالك، كتشوف هنا وكتشوف هنا. اوكي طرق اللي شرحت لكم الطو، غادي نرجع بالسوري ديالي باش نعدل على الديزاين، جاني ايزي، غادي نسيليكسيوني هاد الديزاين كامل، موراها اسوسي اللي هي اون جروب، وهنا غادي نفتحوا المقاسات الصحيحه ديال البي او دي اللي طالبين منا باش نخدموا الخدمه ديالنا تكون احترافيه. فكما كتلاحظوا هنا غادي نختاروا 4500 5400 بيكسلز وغادي تفتح بحال هكذا. اوكي وهنايا غادي ناخذوا هاد الديزاين ونعدلوا عليه في هاد المقاسات ديال بي او دي، وهذا غادي نلغيوه ما عندنا غرض فيه. موراها غادي نمشيو للديزاين الثاني باش نشوفوا البرومبت ديالو ونعدلوا عليه، طريقه سريعه جدا. اوكي بحال هاد الطريقه هادي، وغادي نوريكم اخر حاجه كما قلت لكم ديال ديك الديزاين الثالث كيفاش تعدلوا عليه. هادشي هذا كامل مهم جدا ليك صديقي اذا انت مبتدئ، راه ما غاديش تلقى شي فيديو بحال هيدا، راه نتحدى اي واحد، صعيب انك تلقى شي واحد اللي يشرح لك هيدا وفور فري يعني فابور ما يمكنش. المهم ها هو الديزاين ديالنا، هنايا غادي تكليكي عليه بالضغوط السوري ديالك ديسوسي اللي هي اون جروب باش نقدروا نتحكموا في هذا مثلا ونزولوه. اوكي غادي نرجع بحال هيدا، غادي نهبط الت وغادي نشوف هذا غادي نمسحه. اوكي غادي نجي هنايا هذا كذلك غادي نمسحوه وغادي نسكسف على المسائل ديالي، موراها كونترول ايغريك اللي هي ناضيه بزاف، كتقدر انك تمسح هذه المسائل هذه كامله اللي عندك هنايا زايده. اوكي باش ما تبقاش معيبه لك الديزاين، صافي ملي كتسكسف على المسائل ديالك كامله كترجع عاود كونترول ايغريك، يعني هذا الشيء هذا غادي نمسحوه حتى هو بكل سهوله. انا غادي نسكسف عليه شلايطن خفان زربان، وكما كتلاحظوا ملي كنشوفوا الامور ديالنا مزيانه كونترول ايغريك وغادي يرجع بحال هذا الشكل هذا، هادشي هذا حتى هو غادي نمسحوه كونترول ايغريك، نتاكدوا من شي حاجه بحال هيدا. المهم هادشي هذا كامل غادي تعدلوا عليه، غادي ناخذوه بحال هيدا ونرجعوه اسوسي يعني اون جروب، غادي ناخذوه بحال هيدا. كما كتلاحظ انا خليت له هاد اللعيبات هادو جوارين، يعني ما غاديش نخدمو على تي شيرت يكون وايت، غادي نخدمو على البلاك. فمزيان غادي نختارو هنايا البلاك نقلبوها من هنايا، هادشي هذا ايزي، غادي نمشي من هنايا نهبطو شي حاجه بحال هيدا وغادي نشوفو البلاك كيفاش غادي يجي هاد التايجر هذا، فغيمون شي حاجه اللي ناضيه ناضيه بزاف، يعني ما كاينش شي مجهود ولا شي حاجه. كما كتلاحظوا غادي تاخذ الديزاين ديالك وموراها غادي تحاول انك تطلعو بحال هيدا، صافي ها هو ها هو صافي جا ناضي. ها نتوما الديزاين كملتوه بشكل سريع جدا، موراها كونترول الت جوج باش كنزولو هذا، لان باش كتبلوكي ديك الاريال بلون ديالك بكونترول جوج، موراها ملي كتزول البلوك بكونترول الت جوج في الكلافي ديالك وكتمسحو في السوري، موراها كونترول شيفت دي وكتزول الباك جراوند بحال الطريقه هذه، وغادي تمشي هنايا وغادي تيليشارجي الديزاين ديالك على شكل فورما بي ان جي. ملي كتيليشارجي المسائل ديالك كامله اوكي فغادي نابلوديوها في امازون. هاد الديزاين الاول اجي نشوفو مع بعضنا دابا البرومبت ديال الديزاين الثاني، ودابا لاحظوا معايا هاد ديزاين تي شيرت ناضي كيحقق له المبيعات، وحنايا قدرنا نخدموا شي حاجه اللي واعره بالكولوري الجداد، شي حاجه اللي ناضيه ونقيه، ها نتوما بكل سهوله، يعني ما عندكش العذر صديقي، وهادشي هذا خصو استمراريه، يقدر تخدم عليه ويجيب لك المبيعات، تقدر تنتظر، ويقدر هاد تي شيرت ديزاين اللي نخدموا عليه يترانكا بواحد الطريقه اللي رهيبه، وموراه يبقى يدخل لك دائما الصريف ديالك كل نهار تي شيرت واحد، راه فغيمون كاينين اشخاص
تيشيرت ديزاين واحد كيلعب عليه على طول العام، كيدخل له الصريف ديالو، وتيشيرت اخر وتيشيرت اخر. من بعد ملي كتجمع ديك الشيء هذاك من هنا ومن هنا ومن هنا، كتشوف واحد السالير اللي كيعجبك اوكي في الاخر ديال الشهر. وهذا الشيء هذا راه ما كيجيش بسهوله، لان خصك مجهود وخصك بزاف ديال التيشيرت ديزاين ابلوديهم باش تقدر تشوف ديك السالير اللي غادي يعجبك. راه هذا الشيء هذا عينا نهضروا عليه، راه ما يمكنش انك تطحن الدولار بكل سهوله صديقي، راه هذه ما كايناش. دابا غادي نشوفو الديزاين الثاني ديال هاد بيك فوت، كيلعب الجيتار. جا طريقه سامبل صراحه، هذه الخدمه غير من كانفا، ولكن حنايا بهاد الذكاء الاصطناعي خصنا نشوفو شي حاجه اللي تكون ناضيه. اجيو معايا اخوتي، غادي نستعملو كوبايلوت. شفنا التايجر لعبات هادشي هذا، غادي نوريكم ها هو البرومبت هذا، استعملوه اخوتي. ها هو هاد البرومبت خرج لي هادشي هذا. المهم نقدر نختار هذا، نقدر نختار هذا، نقدر نختار هذا، ونقدر نزيد واحد الفانتيج بحال اللي خادم هو مورا هذا البيك فوت. جاب هذا الكولوريس ناضيه، جات شي حاجه اللي مبدله ومختلفه على هذا اوكي. بحال هيدا كنخدموا مزيان. اجيو تشوفوا معايا هنايا، كذلك عطاني هاد الديزاينات هادو، بان لي هذا واعر، حتى هذا ناضي، حتى هذا. انا اخترت هاد الجوج هذا، نقدر نابلوديهم وانتظر السيز ديالي كالعاده. كما قلت لكم ديك التير اللي كان يعني كان تيستي به معكم في القناه، اي حاجه كنخدمها معكم كنمشي نابلوديها، كنخدم لها على تايتل، براند، المسائل اللي شرحتها لكم طبيعه الحال، وكنتظر السيز اوكي. فدابا هادو كنابلوديهم، كنمشيو كليب دروب، كنقومو بالازاله الخلفيه، الموقع ديال دي جي بي بولور، وغادي نستعملو اس في جي كونفرتر. كنابلوديو الديزاين ديالنا اللي خصنا نخدمو عليه، نخدمو على هذا ولا هذا، شوف انت اللي باغي. غادي نخدم على هذا مثلا، ها الاول الديزاين الاول كما كتلاحظوا. وهنايا غادي تكليكي على فيكتورايز باش يرجع معنا على شكل اس في جي، ونعدلو عليه ونزيدو شي مسائل اذا باغي تزيده، باغي تغير الكولور ديالك. المهم باش ما نطولوش بزاف، نفس المسائل كامله كداونلود، كتفتحو ادوب الستراتور، كتعدل عليه، كتزيد هذه 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 مزيان. دابا غادي نمشيو نشوفو كيفاش نقدرو نديزاينيو بحال التيشيرت ديزاين بطريقه سريعه بلا اي اي. كيفاش غادي نعدلو هادشي هذا؟ غادي نكونو ديجا عندنا ادوب الستراتور باش كنخدمو عليه، وطبعا راه كيعجبني نستعمل الادوبي الستراتور اكثر من فوتوشوب، دائما كيعجبني نخدم في ادوبي الستراتور، وعلى حساب كل واحد فيه كيرتاح. اول حاجه الاخوان خصنا نفتحوا ادوبي الستراتور، غادي نختاروا المقاسات ديالنا ديال بي او دي دائما، يعني 4500 5400 بيكسل هنا اوكي. هنايا غادي نفتحوا هاد الباج باش نخدموا عليها. هنايا هادشي هذا ساهل ايزي، غادي نشدوا هادي مثلا بحال هيدا، غادي نخدموا على يعني الكولور يكون تي شيرت بلاك. غادي تجي هنايا غادي تختار البلاك، وغادي نجيو نخدمو على واحد الاريال بلون ديالنا، الباك جراوند تكون بلاك صافي بهاد السهوله هادي. وهنايا في الكلافي ديالك كليكي على هاد الباك جراوند هذا، كونترول جوج، ايوا غير اللي ما بغاش يفهم، كونترول الت جوج كتفتح البلوك، كونترول جوج انا بلوكيتها باش نتحكم هنا في اي حاجه اوكي. كونترول الت جوج نهبطو هادي شي حاجه، بالت والسوري ديالك كتهبط، هادي غادي نهبطوها بحال هيدا صافي. كونترول جوج احنا كملنا الخطوه الاولى كمبتدئين. دابا خصنا ناخذ هاد ديزاين هذا، كوبي ايماج، وغادي نمشيو لادوبي الستراتور ديالنا ونحطو هاد ديزاين كونترول في يعني كولي. غادي ناخذوها هيدا، نكبروها هيدا، ونشوفوا المسائل ديالنا مزيان. حتى هذا غادي نبلوكيوه كونترول جوج باش كنبقاو نتانسبيراو منه. اول حاجه خصنا شوفوا شي فونت لي مناسب، ديكشي هذاك ايزي ماشي حاجه اللي صعيبه، هذا كيبقى عليكم نتوما. هاد الفانتاج اللي من اللور كيفاش غادي نخدموه؟ كنمشيو لهنا كليك عليه، وغادي تلقى هاد الدائره، هاد الدائره هي اللي غادي نحاولوا اننا نكبروها اوكي. الت شيفت وجبد بحال هيدا، الت شيفت والسوري ديالك جبد واحد الدائره بحال هيدا اوكي. ها هي شيفت وكبر الدائره ديالك، عفوا هادي غادي نمسحوها ونعدل واحد الدائره اخرى بحال هيدا صافي. وغادي نجيبوها لهنايا هاد الدائره، غادي نغيروا لها الكولور بهاد البيبيت هذا، نخدموا على الوايت باش تجينا بحال هاد الشكل هذا. شيفت في الكلافي ديالك وجبد الدائره باش تجيكم على هاد الشكل هذا ناضيه. وهنا غادي نرجعوا ونمشيو لهنايا هاد المستطيل هذا اوكي، غير ام في الكلافي ديالك غادي يجيك، وغادي نحاولوا اننا نخدموا بحال هيدا. شوف معايا طريقه ايزي، هاد يعني هادشي هذا اللي زيدنا هنايا، غادي نهبطو شي حاجه بحال هيدا، وبالت في الكلافي ديالك غادي تجبد واحد الدبل ديالو ونحطوه مثلا نقصدو هنايا اوكي. ولا شوف هذا غادي نخدموه هنايا، عاد نجبدو الدبل ديالو ونخدمو واحد هنا موراها كونترول دي، بقى ماشي بكونترول دي شحال ما باغي انت. ها
اوكي شحال ما باغي. صافي ملي كتكمل من هادشي هذا كامل غادي تسيليكسيوني هادشي هذا اللي خدمناه بكل سهولة، عفوا واحد الدائرة هنايا خاصها تمسح، غادي نسيليكسيونيو هادشي هذا كامل، وهنايا غادي يمشيو لهاد اللعيبة هادي ها هي، وغادي نكليكيو على هادي غادي تكرشي على هادي. صافي انت ساليت. دابا هنا كما كتلاحظ هاد الدائرة هادي غادي نحاولو نمسحو هاد اللعيبة هادي اللي هنايا عن طريق هذا. هاو غادي نمشي هنا كما كتشوف في الكلافي ديالك، كليكي على الت وسوري صافي انت مسحتيها. هيا ناضي باغي نمسح حتى هذا نمسحوه. اوكي اي حاجه باغيها طبيعة الحال حنا غادي نمسحو بزاف، نخدمو شحال عنده هنايا 1 2 3 4 5 5 اللي كاين، يعني 1 2 3 4 5 غادي نمسحو هذا وهذا وهذا، وحنا خدمناها بهذه الطريقه هذه. صافي كنحاولوا اننا ناخذ هذا ديالنا هنايا، وغادي نخدموا على الكولور. الكولور بهذا البيبيت غادي نمشي تكليكي على الكولور اللي باغي هذا مثلا، وغادي نمشيو للموطع يعني البلاصه فين غادي نحطوا الكولور ديالنا هذا مثلا، غادي تكليكي الالت في الكلافي ديالك وكليكي هنا اوكي حتى يتشونجا معاك هاد اللعيبه. شوف معايا بالت، ملي كنكليكي بالت شوف كيفاش كيتغير هاد البيبات، الت كتكليكي سوري. عاو كذلك كنمشي لهاد الكولور هذا الت كليكي هنايا، انا غادي نكملهم خفا نزرب. كتقدر انك بهاد اللعيبه هادي اللي هنايا تقدر انك مثلا كتقدر انك تزيد بحال هيدا، شوف يعني نقوصوها من هنايا من هنايا كذلك، عاو كتكليكي على هذا غادي نقوصوها بحال هيدا كاملين بيهم. شو كاملين بيهم بسهولة جدا، هانتم جات واعرة وناضية. اوكي فدابا نشوفو يعني غادي ناخدو هذا صغروه بحال هكا شي حاجة ونجيبو عاد نكبرو المسائل ديالنا. دابا كيفاش نقدرو ناخدو هاد بيكل بول؟ كيفاش غادي نقدرو ناخدوه؟ غادي نمشيو نفري بيك هو اللي غادي نستعملوه، كتب هنا اللي باغي، وغادي نمشيو هنايا فيكتور، وغادي يعني ريسيرش ديالك، وغادي تلقى بزاف ديال المسائل هنايا. اي حاجه اللي باغيها غادي تقدر تيليشارجيها، ولكن كما كتلاحظوا هاد اللعيبه هادي ديال الفلوس هنايا ما تقدرش انك تيليشارجي هذا، ولكن حنا غادي نكليكيو بالضغوط ديالنا كوبي ايماج، وغادي نمشيو لادوبل استراتور كنترول في، وغادي ناخذ هذا اوكي بشكل سريع جدا. طبيعه الحال باقي خصنا هاد البول هادي اللي هنايا، غادي نرجعو بحال هيدا ونشوفو شي واحد عنده واش خادم على البول ولا لا، بحال هادي ناضيه اوكي. كذلك نفس الطريقه كوبي ايماج، وغادي نمشيو بحالنا هنايا كنترول في، وغادي ناخذ هادشي هذا غادي تكليكي على فيكتورايزر ايماج ديكومبوزي موراها ديسوسي، وغادي تمسح هادشي هذا كامل لي باغي انت، مساحة هادشي هذا ولا اوكي اللي باغي انت والسلام. بحال هيدا هادشي هذا سريع جدا، وهذا كذلك فيكتورايزر ايماج ديكومبوزي ديسوسي، غادي نمسح هادشي هذا ما عندي غرض انا في هذا، غادي نحاول ناخذ غير هاد البول باش نخدمو عليها. صافي اوكي حتى هاد البول هادي غادي نحاولو اننا نمسحو هاد اللعيبات هادو اللي داخل باش يبان هاديك الفانتاج من اللور. شتو الاخوان هادشي هذا ايزي جدا، وكنوريكم ابسط ما كاين بلا ما تعذب راسك ما والو، يعني انت ملي غادي تبان لك شي فكره بحال هادي غادي يبان لك ساهل انك ديزاين. المهم غادي ناخدو هذا كتكبرو بشيفت كتحط المسائل ديالك بحال هيدا، انا كنوريكم امثله. هاد الكره غادي نجيبوها هنايا مزيان، هادو كاملين غادي نسيليكسيونيوهم اسوسي باش يرجع اون جروب، وهنايا ركزوا معايا الخطوه اللي هي مهمه، يا اما نبحثوا على ديك التكستور اللي كيجيو هيدا مخربشين شويه هنايا، انا غادي نحاول يعني مثلا هنايا هنا غادي نكتبوا تكستور بحال هيدا، وكيجيكم شي واحدين اللي فريمون بحال الطريقه هذه بحال هذا. كاينين بزاف هنايا، كاينين اللي فابور وكاينين اللي بالفلوس، وكتاخذ شي واحد اوكي وكنحطوها مثلا بحال هذا كتيليشارجيها من هنايا. على كيما كتلاحظوا الاخوان، المهم انا تيليشارجيت ديك التكستور كيما كتلاحظوا هو هذا، فضروري عليك ما تخدم بالكونترول سي يعني هي كوبي، وغادي يمشيو لهاد الفانتيج هذا باش يرجع بهذه الطريقه هذه بحال اللي كتشوفوا هنايا جناضيه كيجي واعر. المهم هذا كنحطوه هنايا، وموراها كنمشيو لهاد اللعيبه هذه اللي هنايا عندنا، كنكليكيو على هذا موراها هنايا كنمشيو لهاد الوايت، وغادي نحطو هنايا كونترول في، وغادي ناخدو هذا. وريتكم هادشي هذا صراحه
كبر مزيان، هبط بحال هيدا، قلب هذا، اوكي، وهو جنادي. موراها كنكليكيو غير على هذا، اوكي، وغادي يرجعوا بحال هيدا، وهو رجع ناضي. يعني اي حاجه، شوف هالكولور هنا كيرجع بلاك، كيرجع واعر، فهمت؟ كيرجع بهذه الطريقه هذه. ودابا عندنا هاد ال اوكي، هنايا غادي نخدمو بحال هاد الطريقه، ناخدو هذا وناخدو هادشي. اوكي، هذا بكونترول جوج باش ما بقاش يتحكم معنا، صافي حنا غادي نتحكموا اللي كاين اخر. هذا نقدروا نمسحوه، مكاينش اشكال. وهادشي هذا غادي ناخدوه بحال هيدا، اوكي، وناخدو بحال هيدا الطريقة هادي، جات واعرة. صافي، دابا من غادي نسيليكسيونيوه اسوسي، كتقدر تغير الكولون هادشي هذا اذا ما عجبكش ولا شي حاجة. المهم انا كنوريكم اللي كاين كامل. تقدر تغير هاد اللعيبة هادي اللي كاين. غادي نمشيو لهاد تي، اوكي، وغادي نمشيو طبيعة الحال نحضرو ديك العبارة اللي باغيين حنايا نكتبوها بحال هادي، كونترول سي، غادي نمشيو لتي وغادي نختارو هنايا مثلا 200. فريمون فيديو مهم جدا. وغادي نختارو شي كولور، نختارو هذا، علاش لا، ونختارو الوايت، اوكي، ونحضرو بحال هيدا. شيفت وكنجبد هذاك ديالي. صافي، دابا هنايا كتقدر انك تخدم بهذه الطريقة هادي، 50 بحال هيدا، وغادي نقدرو نصغروه تيجي واعر فوق الديزاين بهذه الطريقة. تقدر انك تزيد 72 بحال هيدا. ودابا هو الديزاين انتهينا منه بشكل سريع جدا. تقدر تغير حتى انت هادشي هذا كما قلت لك، طرق ناضيه. وغادي نزيدك ان بحال الطريقه هذه تقدر انك تكراس نيشان مع شي انيمالز وتزيدو هنايا مع الفانتيج، يجي واعر ناضي وتقدر تبيع. اسمع مني، تقدر تبيع 100% ماشي، لان الانيمالز وكراس نيشان مع الطرق بحال هيدا راه ناضيه. صافي، موراها كتزول ديك الشيء هذا كامل، كتحاول انك تكبر المسائل ديالك، يجي ناضي، اوكي، وكان تيليشارجيو الديزاين ديالنا بكل سهوله. وكنظن انكم استفدتوا الاخوان، وريتكم العديد ديال المسائل اللي هي مهمه جدا. ودابا الاخوان كنتمنى لكم التوفيق، وانتظرونا في الفيديوهات القادمه، لان فريمون اذا بقينا ماشيين بهذه الاستمراريه بهذه الطرق اللي كنعطيكم، راه فريمون غادي تشوفوا نتائج كبيره كبيره بزاف. تهلاو وتلاقاو في شي فيديوهات اللي ناضين. اسمع، اذا اشتركتوا في ميرج دومينايتر عن طريق الرابط ديالي اللي في اول تعليق وحطيتوا هذا الكوبون هذا هنا، ففريمون غادي نعطيكم بزاف ديال الهدايا اللي غادي تساعدكم في هذا المجال الطباعي عند الطلب. ما عليكم غير تكليكيو على ابلاي باش يصبح معكم 24.5 عوض 49 دولار. ايوا، عرض ناضي بزاف. اش كتنتظروا الاخوان؟ كليكي هنا وكمل المعطيات ديالكم كامله، وموراها تواصل معايا لانك انت دخلتي عن طريق الرابط ديالي وحطيتو هذا الكوبون سولايف 5.